الغناء الشعبي لون محبوب من ألوان الطرب بشكل عام. نجاحه دفع عديد من صناع الأفلام إنهم يخلوه عنصر أساسي في أي فيلم إن ما كانش الفيلم من الأساس بطولة أحد المطربين. تعالوا النهاردة نتكلم عنه شوية ونشوف إزاي كانت نشأته، إزاي ظهر على شاشة السينما المصرية من أول عبد الغني السيد وعبد العزيز محمود لغاية ولاد سليم اللبنين وفيجو الدخلاوي. خليكم معنا. الجريد الجديد بتاع مزاجنجي. في مطرب اسمه مزاجنجي؟ مطرب جديد عامل شريط آخر نعناشة. من زمان قوي، يمكن عصر ما قبل الإذاعة والسينما بل والمسرح كمان، عرفنا لون الغناء الشعبي وفرقناه عن الأنواع التانية من الأغاني اللي عملها موسيقيين دارسين المزيكا مطربين وملحنين. الغناء الشعبي غالبا بيكون من مطرب بسيط بيغني بالفطرة اعتمادا على موهبته من غير دراسة. كلماته بتكون من شاعر على قده بيقول أشعاره باللهجة العامية، صياغته بتكون متحررة من أوزان وبحور الشعر المعروفة، بالظبط زي المزيكا الشعبية ما بتبقى متحررة من المقامات الموسيقية والنغمات اللي بيعرفها المتخصصين. موضوع الأغنية غالبا بيعبر عن هموم الناس ومشاكلها، بتحكي عن حياتهم في الحواري، في الزقايق والنجوع والكفور. علشان كده لقت طريقها لودن المستمع، عرفت سكتها لقلوب كتير من الناس. أصبح المغني الشعبي هو وسيلة الترفيه اللي بيتجمع حواليه الكل في جلسات السمر، وهو المراية الثقافية الشعبية الأولى اللي بتعكس هوية المجتمع الثقافية والفكرية. اشتهر المطربين الشعبيين في القهاوي اللي بيقعد عليها كتير من الناس، في الموالد المنتشرة في ربوع مصر، حتى في أفراح الطبقة الراقية وقتها البشوات والبهوات بل والأسرة الحاكمة كمان. ولأن مفيش رقيب على الفنان في الوقت ده إلا ضميره، ظهرت عديد من الأغاني بكلمات مبتذلة فيها كتير من الإسفاف، انتشرت في جلسات السهر وصالات الرقص، خلت أغلب الناس في مجتمعنا المحافظ تنفر من وسط المغنيين والموسيقيين بشكل عام، لغاية ما جاء عصر سيد درويش ومن بعده عبد الوهاب وأم كلثوم اللي استطاعوا الارتقاء بالأغنية من جديد. التأثير على المطربين الشعبيين انهم يرتقوا هم كمان بذوق الناس والمادة اللي بيقدموها، ده ان كانوا حابين ان اغانيهم تتذاع في الإذاعة جنبا الى جنب مع عبد الوهاب وأم كلثوم. ظهر كتير من المطربين زي عبد الغني السيد وعبد العزيز محمود وكارم محمود، التلاتة دول بالذات هم اللي صاغوا الأغنية الشعبية المصرية كما يجب ان تكون. ناس قتيل الغرام مقتول، مقتول وساح دم وحزن أهله عليه يا طول عياط أمه. وفي حلقات السينما الغنائية والاستعراضية اتكلمنا عن العلاقة الكبيرة بين السينما والغناء، واللي بدأت تقريبا من أول ما دخل الصوت في تكنولوجيا صناعة السينما مطلع التلاتينات. لقينا المنتجين بيحرصوا على وجود أغنية واحدة على الأقل في أي فيلم بغض النظر عن موضوعه، بالذات المطربين الشعبيين ولا سيما اللي حققوا نجاح وانتشار، بيحاول صناع الفيلم انهم يترجموا النجاح ده في صورة ايرادات في شباك التذاكر. مش كده وبس، لا كمان بينتجوا افلام لمطربين شعبيين يغنوا فيها اغانيهم ويستثمروا نجاحهم. الأولى بحبكم كنا بهوى كندوب، والأولى بحبنا اخدنا من المحبوب. في الخمسينات لقينا الأغاني الشعبية في الأفلام انحصرت في موال أو واحد من المدحين اللي اشتهروا في ربوع مصر،
اللون ده كان شائع جدا في المدن، مش بس في الأرياف والموالد، في الأفراح والحفلات الشعبية وعبر ميكروفون الإذاعة. من أشهر من قدمه اللون ده كان محمد عبد المطلب، واللي كان صوته قوي جدا مميز، قدم عديد من الأغاني الجميلة اللي لسه بنسمعها للنهاردة، إلى جانب محمد طه واللي اشتهر غنائه بالزي الشعبي الطربوش والجلبية، إلى جانب فرقته الموسيقية البسيطة والشهيرة. ومن المطربات كانت خضرة محمد خضر وغيرهم. يا معلم الكل للتكفل، يا سيد قاعد مع الناس بكل حماس، يا سيد واللي معاه الأدب يقعد ويسيد. في الستينات ظهر المطرب الشعبي الكبير محمد رشدي، واللي كان نجاحه رهيب في وقت قصير، ارتقى بالأغنية الشعبية من الدرجة الثانية للدرجة الأولى في عالم الطرب والغناء. وزعت اسطواناته لا سيما أغنية كعب الغزال اللي لحنها له منير مراد، طاير يا هوا وعالرملة وعدوية من ألحان بليغ حمدي. الأغاني دي وزعت أرقام عالية بالنسبة للون الغناء الشعبي، أعلى بكتير من مطربين كتير مشهورين في الوقت ده. كمان حفلاته الغنائية كانت زحمة جدا، بيطلب فيه الجمهور أنه يغني الأغنية مرتين وثلاثة وعشرة. كتير من شركات الإنتاج الفني جريت وراه علشان تنتج له اسطوانات. كمان كتير من المخرجين وصناع الافلام قدموه كممثل، اهمهم فيلم عدوية واللي كان بطولته مع ناهد شريف للمخرج كمال صلاح الدين عام 68. نجاحه الكبير شكل مصدر قلق لكتير من كبار المطربين، وكان احد الاسباب اللي خلت العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ يغني شعبي هو كمان علشان يقدر يعلي على نجاح محمد رشدي. في النهاية طبعا، وطبقا لتقارير عديدة اتكلمت عن العندليب، اجتمع مع الشاعر الغنائي محمد حمزة والخال عبد الرحمن الأبنودي والملحن الكبير بليغ حمدي، خيرهم بين التأليف والتلحين لمحمد رشدي او له هو شخصيا. طبعا اختيارهم كان معروف، مما اضطر محمد رشدي انه يعتمد على ملحنين شباب لسه مش مشهورين زي حلمي بكر واللي قدم له اغنية عرباوي اللي كمل بيها خط النجاح بتاعه، مما دعا عبد الحليم انه يدعم صغار المطربين الشعبيين وقتها في مواجهة محمد رشدي، لغاية ما نزل نجمه شوية بشوية مطلع السبعينات. وفي أواخر الستينات وتحديدا بعد نكسة 67 اشتهر المطرب الشعبي أحمد عدوية، واللي بدأ انتشاره الحقيقي مع انتشار شرايط الكاسيت أواسط السبعينات، إلى جانب وجوده في عديد من الصالات والكازينوهات. أغاني عدوية ما كانتش على نفس مستوى أغاني المطربين الشعبيين في الخمسينات والستينات، رجعت تاني الكلمات المبتذلة والمعاني الفقيرة تظهر من جديد في الأغنية الشعبية. وإن كانت حققت نجاح لم يتأثر بإحجام الإذاعة المصرية على بس أغانيه، واللي عرفت طريقها لشاشة السينما بشكل كبير. وجود أحمد عدوية في أفلام السبعينات والثمانينات كان ضروري، حتى لو كان بصوته، دليل على انتشار أغانيه بين الناس ونجاحها. الصح الدحمبو يد الواد لابو، الصح الدحمبو يد الواد لابو، ويعين الواد بيعيط صعبان عليا الواد، شيل الواد من الارض. خلال الثمانينات ظهر عديد من المطربين الشعبيين واللي مشوا على نفس الخط بتاع عدوية، وبقى هم دول اللي بيمثلوا الغناء الشعبي عند كتير من الناس، زي حسن الأسمر وعبد الباسط حمودة ورمضان البرنس وحمدي باتشان وغيرهم. الناس دي كمان ظهروا في عديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما. في التسعينات ظهر المطرب الجميل حكيم، واللي قدم بصوته القوي أغاني ارتفعت بالمطرب الشعبي لدرجة السوبر ستار، وزعت أغانيه رقم مهول في شرايط الكاسيت، إلى جانب انتشاره في عديد من الصالات والأفراح حتى الفنادق الراقية. لكن تجربته السينمائية ما كانتش على نفس المستوى من النجاح في فيلم علي سبايسي للمخرج محمد النجار إنتاج عام 2005.
خلال الألفينات ظهر عديد من المطربين الشعبيين اللي قدموا لونهم المميز في الوقت ده، أشهرهم كان شعبان عبد الرحيم، واللي كان مطرب اللحن الواحد. جميع أغانيه على اختلاف كلماتها وموضوعاتها ماشية على نفس اللحن ونفس الريتم، وإن كان حقق انتشار واسع من خلال طريقة لبسه الغريبة واللي ما كانش بيتكسف منها ويتفاخر إنه لابس الجاكيتة بلون الأنتريه. بقاش المغنى خلاص هي كل يوم 100 أغنية وهلسة وزيطة وأي كلام وبيقولوا لك شبابية شبابية شبابية. قدم المخرج داود عبد السيد فيلم مواطن ومخبر وحرامي عام 2001 مع المخرج فهمي الشرقاوي فيلم فلاح في الكونجرس عام 2002. الفيلمين دول من نوعية الأفلام اللي تتفرج عليها مرة واحدة بس. سامي القط وهب مخربش وتقول اخر جمال امور وشعر ناعم لكن ده وفر طوال. اسمع وافهم من كلامي مواطن ومخبر وحرامي. كمان اشتهر في سينما الالفينات المطرب سعد الصغير، واللي كان على العكس من شعبان عبد الرحيم تنوعت اغانيه بشكل كبير، اشتهرت بالريتم السريع الصاخب اللي بتتداخل فيه عديد من الآلات الموسيقية والإيقاعات في نفس الوقت. صوته مش طربي لكن قوي جدا. نجحت أفلامه تجاريا بغض النظر عن محتواها. ارتبط ظهوره في عديد من الأفلام بالمستوى الهابط واللي ظهر فيه الإسفاف والخروج عن المألوف بشكل فج. أحبك يا حمار. ومن المطربات قدمت لنا سينما الألفينات عديد من الأفلام لأمينة اللي اشتهرت بأغنيتها أركب الحنطور، وبوسي اللي اشتهرت بأغنيتها آه يا دنيا، إلى جانب عديد من الأغاني مع محمود الليسي ومحمد سعد. وما بين عام 2005 و2007 تحديدا في مدينة السلام بالقاهرة ومنطقة الدخيلة في اسكندرية، ظهر لون جديد من الغناء الشعبي في ظل احتياج البسطاء لإحياء حفلاتهم وأفراحهم بشكل قليل التكلفة. استعان بعض الموزعين بالميكسر بتاع الدي جي بدون آلات موسيقية تقريبا، اللي قدموا فيه خليط من موسيقى الراب والتكنو الغربيين مع ألحان شعبية مصرية مع نغمة مزمار. ظهر لون جديد من الموسيقى، تنوعت كلمات الأغاني ما بين مشكلات الفقر والتهميش وغدر الصحاب والحبيبة الخاينة والفلوس اللي مش كل حاجة، إلى جانب المخدرات والسيجارة اللي عشرتهم أحسن من عشرة البني آدمين. كانت دي أغاني المهرجانات اللي انتشرت على نطاق شعبي في الوقت ده، في الفترة اللي كانت قبل ثورة يناير 2011. ومن أشهر نجومها الأوائل كانوا عمرو حاحة في القاهرة وفرقة الدخلوية في اسكندرية. بعد كده المنتجين بدأوا ياخدوا مطربي المهرجانات نجوم في السينما. ظهر أوكا أورتيجا في عديد من الأعمال الفنية، أشهرها فيلم عبده موتة مع محمد رمضان عام 2012. كمان قدم فرقة شبيك لبيك أو زي ما اشتهروا بولاد سليم اللبانين اللي ظهروا في فيلم عيال حريفة عام 2015. الكلمات رغم ابتزالها بشكل واضح انتشرت في الشارع زي النار في الهشيم، بشكل دفع المنتجين من آل السبكي انهم يزودوا في جرعة المهرجانات في افلامهم الاخيرة، حتى ان كبار الممثلين اقدموا على خوض التجربة الجديدة زي يسرى ومي عز الدين، واللي ظهروا في مهرجان حق برقبتي في فيلم جيم اوفر للمخرج احمد البدري عام 2012. وراكي حتى لو انت حرتي. ورغم دعوات كتير من الجمهور للحد من الإسفاف والابتزال، مؤخرا شفنا عدد من الأعمال الفنية الرديئة اللي ما حققتش إيراد في شباك التذاكر. يا رب تكون الرسالة وصلت لأغلب شركات الإنتاج ويبطلوا بقى الأفلام دي، أو حتى يطوروا منها لو مصرين عليها قوي ويقدموها بشكل أفضل الأيام اللي جاية. عملنا عودة الناس بعد ما كانوا الأساس أرقام على التليفون
الايام دي بيعيش مطربين المهرجانات حاله من النشاط الشديد بعد ما نجحت اغانيهم في احتلال الترند في معظم مواقع السوشيال ميديا. كمان اغانيهم واللي كانت في الاول كليباتها بتتقدم بامكانيات بسيطه وانتاج بميزانيات ضعيفه شجعت كتير من المنتجين انهم يدعموهم لانتاجها بشكل افضل. ورغم نداءات عديد من الناس ان الاغاني دي هابطه او رديئه المستوى، لكن مع كل ده مش بنشوف انعكاسات الكلام ده على كميه المشاهدات والتفاعلات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. كمان دعاوي عديد من اللي بيقدموا اللون ده من الغناء ان الناس هي اللي خلته يغني وهي اللي شجعته يقدم المزيد. الحالة دي رصدتها كتير من الافلام في السينما بوجه عام، اهمها كان فيلم الكيف عام 1985 للمخرج علي عبد الخالق. الفيلم عرض بالظبط برؤية جميلة للمؤلف محمود ابو زيد العلاقة بين انتشار الاغاني الهابطة والمخدرات. عرض انه الاتنين دول وجهين لعملة واحدة، الاتنين بيغيبوا المجتمع وبيشغلوا عقل الناس بالتفاهات ويخلوهم بعيد عن واقعهم وحياتهم. عرض كمان ازاي بيتم انتاج النوعية دي من الاغاني، وانه اغلب اللي بيقدموها هم مش مطربين من الاساس ولا دارسين مزيكا ولا يعرفوا السلم الموسيقي من سلم بيتهم زي الملحن عمرو مصطفى ما بيقول، وانه بيعتمد على مجموعة من الآلاتية او العازفين اللي اجرتهم رخيصة يقدر يدفعها حتى لو ضربها في الدبل، بيروح بيهم استوديو تسجيل من اللي ما يهمش مهندس الصوت هما بيغنوا يقولوا ايه حتى لو كانوا بيغنوا نشاز، المهم انهم يدفعوا ايجار الاستوديو قبل ما يمشوا. اعتماد المطرب الاول والاخير بيكون على مؤلف يقدر يرسله الكلمات اللي تفرقع وتجيب مع الناس، كلمات تافهة زي ما قال مزاجنجي علشان يقدر ياكل عيش. كل ما الكلام كان هايف اعرف ان الاغنية هتقدر تجيب الاهيف. الشريط ده كسب يجي من نص مليون اهيف. طبعا لانه ما كانش فيه اهيف منه. مشاهد من نوعية الكوميديا السوداء اللي تخليك محتار، اضحك على اللي انا شايفه ده ولا احزن على حالي واللي انا بقيت فيه. ايا كان لو الشريط نزل السوق واصطاد زبونه زيه زي المخدرات تمام، بتلاقي شركات الانتاج هي اللي بتجري ورا المطرب، هي اللي بتتولى كافة شيء. اهم حاجة انه بس يعبي مزيد من الشرايط علشان المكاسب تتضاعف والاسفاف يستمر. انا خايف حد القطه قبلي يتعاقد معاه، بيني وبينك الواد هيضرب. سبحان الله، مع ان صوته يجيب الترس في الودان. الناس تتعود عليه ويبقى لغم. لغم ولا لغم، المهم يقص ويجيب فلوس. هو ده. ومن افلام الالفينات شفنا فيلم كباريه للمخرج سامح عبد العزيز انتاج عام 2008. الفيلم ده عرض يوم في حياه احد المطربين الشعبيين، ازاي بيبني نجوميه زائفه يظهر بيها قدام الناس، ازاي بيحافظ على وضعه في المكان اللي بيشتغل فيه، ازاي بيتعامل مع غيره من المطربين، حتى قنوات الاغاني اللي بتعرض اغانيه. الصوره اللي عرضها الفيلم واقعيه بدرجه كبيره، قريبه من الحقيقه عند ناس كتير. حتى اللي قدم شخصية المطرب في الفيلم هو الفنان خالد الصاوي، هو مش مطرب اساسا لكن نجح في انه يقدم الصنعة اللي بيقوم عليها اي مطرب بغض النظر عن اللي بيقوله او حتى صوته او شكله ايه. بحي السعودية والامم العربية، بحي السعودية والامم العربية، كمسع الامارات عشان كلها دولارات. اللي عرضوا فيلم كباريه عن المطرب ده رغم انه مش موضوع الفيلم الاساسي، بعكس فيلم الكيف اللي مشى الحبكة الرئيسية في طريقين متوازيين المخدرات والاغاني الهابطة اللي اكتشفنا في النهاية انها كانت طريق واحد، لكن واقعية الصورة في فيلم كباريه انعكست بشكل كبير على نجاح الفيلم وتقبل المشاهد للاحداث، بل انه بعض الناس قعدت تفتكر مشاهد مماثلة لمطربين في الحقيقة وتقول ان ده اسقاط مباشر عليهم. ما يزمنيش ده خالص، بقولك الله يا باروك انت متاب غيرتك، ده انت معفن سعد الصغار برقبتك. سلطان، محمد محي، تامر عاشور، إياب توفيق، محمد حمائي، عديد من المطربين اللي تألقوا في عالم الغناء بشكل عام ما فكروش انهم يجربوا حظهم في عالم السينما، غالبا هم الكسبانين لو كانوا تعلموا من اللي جرى لغيرهم. على الجانب الاخر بنلاقي ممثلين وصلت نجوميتهم لمرحلة عالية ومع ذلك داخلين في عالم الغناء بالدراع زي ما بيقولوا.
مش اعتمادا على موهبتهم الفنية او صوتهم القوي او حتى معاهم فريق عمل متميز من المؤلفين والملحنين، لكن اعتمادا على شعبيتهم في عالم الفن وكمان رواج النوعية دي من الاغاني على السوشيال ميديا. وطبعا لو حد حاول ان هو يقول له حاجة هيشاور على ترند اليوتيوب ويقول له مقياس النجاح اهو. غالبا النوعية دي من الاغاني مش بتعيش كتير، زيها زي الترند بالظبط، وقتها قصير، والامثلة على كده كتيرة في عالم الغناء. اغاني بتكسر الدنيا في لحظة وبتختفي برضو في لحظة والى الابد. كمان محاربة الأغاني الهابطة من نقابة الموسيقيين مش هيجيب نتيجة ملحوظة قد ما هيساعد على زيادة انتشار النوعية دي من الأغاني أكتر وأكتر. نخلي بالنا أنه في البداية سيد درويش وعبد الوهاب وأم كلثوم وغيرهم غنوا لسنين طويلة لغاية ما الناس اقتنعت بفنهم وقدروا يرتقوا بالغناء بشكل عام. شوية بشوية الناس ميزت الحلو من الوحش، شوية بشوية ارتقى ذوق الجمهور، شوية بشوية دول مش سنة ولا اتنين ولا خمسة، دول عشرات السنين. أيوة كان منع بس الأغاني دي في الإذاعة له دور كبير، ويمكن ده اللي بتحاول نقابة الموسيقيين انها تعمله في الوقت الحالي، لكن محاربتها عمال على بطال في الفضائيات ومواقع الاخبار للفن ده شيء مش كويس. في المقابل ابدأ شجع مزيد من المطربين انهم يقدموا فن جيد وبصورة موسعة. لازم الناس يشوفوا الحلو باستمرار علشان لما يظهر الوحش يبقوا عارفينه، بدل ما يحصل لخبطة عند اغلب الناس شبيهة بالحالة اللي احنا عليها دلوقتي. حلقتنا النهاردة كانت غنائية أكتر منها سينمائية. مش هنسأل عن الأفلام اللي عرضناها قد ما هنطلب منكم تكلمونا عن انطباعاتكم الشخصية عن الغناء الشعبي. كلمونا عن أفضل المطربين الشعبيين اللي بتحبوهم زمان ودلوقتي. قولونا كمان هل فرقت المادة اللي عرضتها السينما في أفلام زي كباريه والكيف في توعية المشاهد والارتقاء بذوقه؟ قولونا على أراءكم في التعليقات أسفل الفيديو أو في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تابعونا على فيسبوك وإنستجرام وباز علشان اللي مش متابعنا هناك هيفوتوا كتير. اللينكات هتلاقوها تحت في الديسكريبشن أو في شاشة النهاية. واللي عايز يقرأ مزيد من الحكايات الفنية هيلاقي على مدونة غاوي سينما، اللينك هتلاقوه فوق في الدائرة البيضاء أو تحت في الديسكريبشن أو في شاشة النهاية. لايك الفيديو لو عجبك، وشير لو عجبك قوي يمكن يعجب حد من اصحابك. لو بتشوفنا لاول مره ياريت لو تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خاصيه التنبيهات من الجرس علشان يوصلك كل شغلنا. ولو عايز تشوف مزيد من حلقاتنا استنى الشاشه اللي جايه. نشوفكم دايما على خير. يظهر الاستاذ مش عاجباه الغنوه. غنوه هي دي غنوه برضو يا اسطى؟ انا برضو اول ما سمعتها ما دخلتش دماغي، لكن لما ودني خدت عليها عششت في نفوخي وكيفتني. كيفتك؟ هي حاجة تسلي وتدوش الطاسة. الطاسة ناقصة دوشة.